أهلا بيكم في قراءة أخضر كارت. النهاردة بقى هنعمل قراءة مفصلة وقراءة طويلة زي ما كلكم طلبتوا. يعني أنا دايما بحب المختصر المفيد، ويمكن ده بيعجب ناس كتير، لكن انتوا قلتولي عايزين قراءة مفصلة تكون مدتها طويلة، فعلشان ننوع برضو هنعمل قراءة مفصلة تهكير العقل الحبيب، وهنشوف بقى عقله الباطن وعقله الواعي ونواياه ونقاط قوة وضعف العلاقة وكل حاجة، يعني كله ومشاعره وكل حاجة. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. هنقول تفاصيل أكتر فيها وهناخد نصايح أكتر وهندرس العلاقة يعني من كل الجوانب. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. معانا 3 مجموعات. أول مجموعة هيكون الحجر ده، الحجر الأبيض أو الكروت دي أو الحروف اللي هتلاقوها في أول تعليق. تاني مجموعة الحجر البني. أنا بفضل تختاروا بالأحجار يعني، بس طبعا أنتوا حرين. أو الكروت دي أو برضو الحروف اللي في أول تعليق. تالت مجموعة الحجر البيج أو الكروت دي أو برضو الحروف اللي في أول تعليق. هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ على طول إن شاء الله. أوكي، نبدأ بأول مجموعة. الناس اللي اختارت الحجر الأبيض واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف إن شاء الله خير. بسم الله. الكروت هتكون كتير المرة دي، فأتمنى تكونوا شايفينها كلها. تمام. طب انت في طاقة حلوة، يعني انت في طاقة التمبرانس. تمام. خليني برضو قبل ما نبتدي القراءة اخد نصايح الملايكة او الاوريكال كارد، لان دي برضو هتوجه القراءة لحاجات كتير جدا. يعني مبدئيا انت في طاقة التمبرانس، وراك طاقة الديث، وراك التين اوف كابس. الشخص ده شخص عنيد جدا، يعني الحبيب ده حبيب عنيد. العلاقة ما بينكم انتهت او فيها مشاكل، او غالبا الشخص ده يعني كان تقيل عليك. هو عنيد اكتر شيء، مش قصة ان هو تقيل او متكبر، هو كان شخص عنيد، عنيد قوي كمان. ودايما يعني لما بيعمل لك حاجة حلوة ما بيتمش جميله للاخر، دايما هتلاقي في حاجة ناقصة في العلاقة دي، ما بيديلكش السعادة الكاملة، او دايما بتكون السعادة مؤقتة. المهم انه حصل ابتعاد، وحاليا انت بتعمل توازن، يعني يمكن بقالك فترة طويلة بتعمل توازن وبتعمل شفاء من الالم اللي انت تعرضت لي في العلاقة دي. هنا بيقولك helpful people. يجوز مثلا حصل ما بينكم مشكلة وهو قطع معاك، ما ادالكش مثلا فرصة ان انت تدافع عن نفسك او تعبر عن ذاتك يعني، فانت مش يعني ما ادالكش فرصة ان هو يسمعك، مش عارف تقول اللي جواك، يعني في جواك كلام كتير عايز تقوله له لكن هو مش مديلك الفرصة لكده. كمان انت ممكن تكون اخدت جنب بقى، يعني حاولت مثلا توضح له مرة مرتين
ما ادالكش الفرصة لكده فانت اخدت جنب. الكارت ده بيقول لك ان انت محتاج تحب نفسك، انت حاسس ان انت اتطفيت، ويمكن انت بتبدي الشخص ده عن نفسك او بتديله هو الاولوية، بتديله السعادة. يمكن من وقت المشكلة اللي حصلت ما بينكم دي وانت انطفيت، فبيقول لك انت محتاج تضيء من اول وجديد من خلال ان انت تحب نفسك اولا. children، حاول تتواصل مع الأطفال وتخليهم جزء من يومك. ده انت شكلك يعني متضايق جدا ومحتاج فعلا للشفاء. انت ممكن يكون لبعضكم الشريك ده توفاه الله او كده، يعني ربنا يرحمه، وانت مش عارف تطلع من الصدمة ده لبعضكم، او شخص انهى العلاقة تماما. ويعني انت مش عارف تعيش من بعده، انت ممكن تكون مش عارف اصلا تتقبل الفكرة، يعني مش متقبل فكرة انه احنا انفصلنا. يعني دي حقيقة انت مش عايز تقبلها، انه العلاقة انتهت، مش عايز تصدق حاجة زي دي، او ان الشخص ده مش عايزك، او ان هو شخص عنيد. مش قصة مش عايزك، ده بالعكس الشخص ده بيحبك جدا يعني، ومفتقدك، حاسس ان الدنيا ناقصة شيء من غيرك، لكن هو شخص متعب يعني، شخص عنيد شوية. المهم ان انا بشوفك يعني انت دلوقتي ابتديت تعامله بالمثل، لكن الموضوع ده انت مش حابه يعني، او مش حابب ان المعاملة تكون كده، وان انا لازم احسب كل حاجة واحسب هعاملك ازاي. انت عايز العلاقة تكون ابسط من كده وتكون سلسة اكتر من كده، يعني الدنيا خد وهات والحياة لطيفة، وانا لازم اكون تلقائي واكون على طبيعتي معاك، مش لازم اعمل خطة علشان اشدك ليا. يعني انت تحب ان انت تاخد الحياة ببساطة، لكن هو مش مساعدك على ده. فحاليا انت بقيت بتعامله بالمثل، وهو شايف ان دلوقتي انت قويت عليه، اتغيرت معاه. جايز يكون دلوقتي انت في نجاح برضو معين وصلت له في الشغل بتاعك او في الدراسة بتاعتك، فهو شايف ان دلوقتي انت وصلت لنجاح معين، شايف كمان ان انت حواليك معجبين كتار، وان انت مش عايزه، ما يعرفش يعني ان انت بتتألم او كده. هو الشخص ده بيحبك جدا على فكرة، شايفك توأم روحه، بس الفكرة برضو ان الشخص ده حاسس ان في شيء ناقصه معاك. ايه هو الشيء ده؟ يمكن مثلا في اختلافات مادية او اختلاف في الدين، يعني العلاقة ما بينكم جميلة جدا، لكن في اختلاف واحد مبوظها، العلاقة دي ناقصها شيء. يعني يمكن هو كان بيتعبك علشان الشيء ده او الخلاف اللي ما بينكم ده. اكتب لنا في التعليقات ايه هو الخلاف ده. لكن الشخص ده بيحبك جدا، بس حاليا انا زي ما بقولك انتم منفصلين، والعلاقة دي حاليا علاقة تليباثينج وتواصل روحاني. لكن الشخص ده بيراقبك وعارف عنك كل شيء. هو ممكن حاليا هتقولي ده عامل لي بلوك بيراقبني ازاي؟ عادي، ما ممكن يعمل لك بلوك ويراقبك من اكونتات تانية. يعني هو بيراقبك، مش عايز تصدق ليه، هو بيراقبك اكيد الشخص ده، ومتواصل معاك جدا بالتخاطر والتليباثينج والتواصل الروحاني، وانت كمان بترد عليه وبتتخاطر معاه، انت كمان بتتبادلوا الرسائل الروحانية انتوا الاتنين، فبتكلموا بعض في الهوا. عشان انا ما بشوفش ان الشخص ده، هنشوف دلوقتي هو نواياه ايه، بس انا ما بشوفوش قوي بيفكر في خطوة جادة. يعني استنى بقى اشوف لك في طرف تالت في العلاقة دي ولا لا. اللي منكم في طرف تالت او الشخص ده متزوج، فخلاص انت عارف،
إنما الكارت ده للي مش عارفين وشاكين مثلا إنه بيخون أو إنه متعدد علاقات. أوكي، الشخص ده كان بيعمل مقارنة ما بينك وما بين حد تاني، الحد التاني ده كمان خرج، يعني الشخص ده دلوقتي لوحده، لكن كان في طرف تالت، كان في طرف تالت، والطرف التالت ده خرج، يعني هو مش موجود دلوقتي الطرف التالت ده، مفيش طرف تالت حاليا. العلاقة دي أكتر حاجة بتميزها وأكتر حاجة تعتبر نقطة قوة في العلاقة دي عشان تستغلها وتبقى عارف إيه هي، إن أنت والشخص ده متواصلين مع بعض جدا من غير ما تتكلموا، بتقروا بعض عن بعد، ممكن يكون هو في قارة وأنت في قارة، لكن أنت عارف هو بيفكر في إيه، لما بتسأله السؤال بتكون عارف هو هيرد يقول إيه من قبل ما يرد، وهو كمان نفس الشيء، أنتوا دارسين دماغ بعض جامد قوي وحافظين دماغ بعض بالملي، فدي أكتر حاجة بتميزكم، إن أنتوا متواصلين مع بعض جدا، وكمان أنتوا الاتنين حلم لبعض، يعني الشخص ده حلم بالنسبة لك وأنت كمان حلم بالنسبة له. تصور إن دي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت، يعني نقطة ضعفه إن هو بيحبك ونقطة ضعفك إن أنت كمان بتحبه. انتوا ممكن تكونوا كارميك سولميت على فكرة، كارميك سولميت، والانفصال ده حصل لدرس، علشان كده هنا قال لك هيلب فول بيبول، وحاول انك تآمن بالحب ده، فدي ممكن تكون كارميك سولميت، لأن نقطة الضعف ان انتوا الاتنين نقطة ضعف بعض اصلا، يعني ما يعني لما سيرته بتيجي ممكن تكون انت بتتوتر وهو نفس الشيء، يعني انتوا الاتنين نقطة ضعف بعض، بتفكروا في بعض وبتراقبوا بعض طول الوقت. في عقله الباطن الشخص ده شايف ان هو خسرك وان هو ضيعك من ايده وان انت مش هتسامحه وان هو مش هيعرف يعوضك تاني، في عقله الباطن شايف ان انت ضعت من ايده، حاسس بالخسارة وحاسس ان هو ضيعك من ايده. في عقله الواعي بيفكر وبيصلي وبيدعي ربنا، بيشوف ازاي ان هو ممكن يرجعك لحياته، وهل اصلا انت هتديله فرصة او هتسامحه، هو مش متأكد من ده. في عقله الواعي بيدعي ربنا او بيصلي لربنا انه يكون في فرصة تانية ما بينكم، بيصلي من اجل عودة العلاقة، لانه هو عايز يرجع العلاقة دي، عايز يعيد الشغف فيها وتبدأوا من اول وجديد. هيلب فول بيبول بقى، كارت الهيلب فول بيبول برضو ده له علاقة بانه في طرف ثالث أو الشخص ده هيدخل ناس وسيطة يصالحوكم على بعض، لأنه غالبا شايف إنه لو واجهك أنت ممكن ترفضه أو مش هتسامحه أو مش هتديله فرصة، لأن أنت تأذيت بسبب الشخص ده وهو عارف إن أنت تأذيت بسببه، فبيشوف إن أنت مش من السهل إن أنت تسامحه، فهيحاول يخلي ناس يصلحوا ما بينكم يعني، بس أنا بشوف إن أنت هتركب دماغك، وممكن تكون كمان بتفكر انك تلقينه درس او تسمعه كلام قاسي هيضايقه كتير، فالكروت هنا بتنصحك ان انت تسامح الشخص ده وتديله فرصة تانية لو تحب، يعني طبعا هو القرار يرجع لك، بس الكروت بتنصحك ان انت تآمن بالحب وتديله فرصة يعني اخيرة لو تحب ذلك. هو اكيد نادم عليك، وفي عقله الباطن كمان شايف انه خسرك، عارف قيمتك الشخص ده. خلينا طيب ناخد لك رسالة منه، بيقول لك انا عاوز بداية جديدة وعايز فرصة تانية، عايزك تسامحني، ده كارت الفول، ونفتح صفحة جديدة مع بعض، عاوز تبدأوا من الصفر تاني بداية جديدة،
فمش هقدر اقول لك حاجة تاني. يعني القراءة ما شاء الله ايجابية. ممكن يكون انت بقى او الشخص ده او اي جزء في خريطتكم الفلكية، انا هقول الابراج بس ما تلتزموش بيها قوي. يعني في طاقة برج الدلو، برج الحمل، برج الجوزاء، الدلو تاني، العقرب والحوت، الدلو تالت، السرطان، الأسد، القوس، العقرب تاني، وبس. كل الطاقات موجودة. فدي كانت قراءتكم المجموعة الأولى، الناس اللي اختارت الحجر الأبيض واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. أتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعاً كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معانا على مجموعة أخرى. ونروح بعد كده للاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الحجر البني. عذراً، ده صوت شارلي الكلب بتاعي. الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الكروت دي، وشارلي بيحييكم معايا، دي تحية أكيد منه، فإن شاء الله خير. يعني بتمنى لكم قراءة إيجابية. فكروتكم بتطير من أولها كده كارت الشمس، فكارت إيجابي، إن شاء الله خير. خلينا نشوف كروتكو عمالة تنط، ده كمان كارت القمر اللي كان عايز ينط، ده الشمس والقمر من آيات الله. فخلينا نشوف. اوكي، بسم الله. اوكي، انا بحاول برضو افهم القراءة واحللها وانا بوزع في الكروت في نفس الوقت. تمام، اوكي. الطاقة بتاعتك انت لكوين اوف فاير، انت بتراقب الشخص ده، انت مش بتاخد اي خطوة تجاهه، يعني انت قاعد كده بتراقبه في صمت، بتقول انا مش هخطو اي خطوة تجاهه، مش هعمل اي شيء علشانه. انا عملت حاجات كتير، ضحيت كتير من اجل العلاقة دي، اكتر من كده هكون بقلل من قيمتي وبنزل من نظر نفسي قبل ما انزل من نظره. فانا مش هقدم تنازلات تاني، هحفظ كرامتي وهقعد على جنب ومش هاخد اي خطوة في العلاقة دي. فانت قاعد بس كده بتراقبه من بعيد، منتظره هو مثلا يعود معتذر، منتظره ان هو بيعمل اي شيء، لكن انت مش هتقرب. يعني ممكن تكون كمان انت قافل عليه او عامل له بلوك او شيء من هذا القبيل. بس انت يعني الشخص ده يهمك امره على فكرة، وانت بتحبه جدا، بس حاسس انه في عائق في العلاقة دي، او انتوا الاتنين مش قادرين توصلوا لبعض، في حاجة او عائق كبير ما بين الحب ده مخليكم مش قادرين توصلوا لبعض، في عدم توازن، يمكن في فروق مثلا مادية واجتماعية ما بينكم، انتوا مش من نفس المستوى المادي والاجتماعي، ممكن تكونوا مثلا في عايشين في دول مختلفة او في ثقافات مختلفة، مثلا حد من الريف والتاني من الحضر، ففي على قد ما في حب لكن برضو مثلا ممكن يبقى مطلوب منك ان انت تروح تعيش في الريف وانت طول عمرك عايش في الحضر، فالموضوع ده مش سهل عليك مثلا، حاجة زي كده، في اختلاف يعني ما بينكم مخلي مفيش توازن في العلاقة دي، او عائق بيبقى فيه صعوبة مثلا ان انتوا تكملوا مع بعض. لو انتوا مبتعدين عن بعض فالشخص ده حاسس بعدم التوازن في بعده عنك، مشتاق لك قوي، ده كارت السكس اوف كابس، مطير لنا كمان كارت الشمس والقمر، ده معناه ان هو بيفكر فيك كتير قوي، بيحلم بيك وبيبعت لك طاقات كتير قوي، بيحاول ان هو يتواصل معاك
بيحاول ان هو يتخاطر معاك وانه يشدك ليه تاني، لانه ممكن تكون انت على فكرة شخص مشهور او شخص بتظهر مثلا على السوشيال ميديا، فهو بيقول لك برضو ان هو بيتابعك وانه بيشوفك. فانت بتقول بقى هو عارف هيقرب لي ازاي، حتى لو انا عامل له بلوك هو ليه طرقه مثلا اللي يوصل لي بيها لو حابب ان هو يوصلني، لكن انا مش هقرب منه. يعني ده اللي انت بتقوله لنفسك. هو شايفك ان انت منطلق عايش حياتك، الشخص ده بيشوفك، ممكن تكون انت بتظهر على السوشيال ميديا او ممكن يكون بيشوفك مثلا اونلاين او ايا كان الطريقة اللي بيشوفك بيها، هو شايفك منطلق، شايفك عايش حياتك وشايف حياتك ومش همك. يعني هو حاسس ان هو مش فارق معاك بالظبط، يعني ده اللي هو شايفه، حاسس ان هو مش فارق معاك. بيقول لك look for a sign، بص للعلامات اللي بتجيلك، حاسس انه ملوش قيمة في حياتك يعني. لكن هو متعلق بيك جدا، تعلق مرضي يعني، حاسس انه مربوط متكتف بيك ومش عارف يطلعك من دماغه، بيفكر فيك طول الوقت، يمكن بيقول هو عمل لي عمل ولا ايه، ومنجذب لك كمان بشكل جسدي كبير قوي. هنا هو بيقول لك حل سلمي، فالشخص ده عنده انجذاب جسدي عالي تجاهك وانجذاب طاقي، بيحبك جدا على فكرة الشخص ده. طالما طلع لنا كل الكروت دي فده اكيد انتوا في تباعد او في انفصال، او حتى لو انتوا مع بعض ففي ما بينكم عقبة كبيرة قوي مسببة لكم صعوبة في الاتفاق في العلاقة دي. anyway الشخص ده دلوقتي عايز يلفت نظرك، هو حاسس ان هو شخص مش ملفت بالنسبة لك او شخص مش مهم بالنسبة لك، وانت رحت تشوف اشخاص تانيين يكونوا مهمين اكتر في حياتك او مبهرين بالظبط. هو حاسس ان انت مش منبهر بيه، وان انت رحت تشوف اشخاص تانيين تكون منبهر بيهم اكتر يعني، فهو عايز يغير ويعدل من نفسه علشان يبقى مبهر بالنسبة لك زي التانيين، ويلفت نظرك تاني وترجع تهتم بيه تاني زي زمان. انت برضو على فكرة محتاج يعني تعمل، حتى هنا هو قال لك برضو look for a sign، محتاج انك تعمل meditation اكتر من كده، محتاج كمان انك تقعد مع نفسك وتفكر تشوف انت عايز ايه. هل انت لسه عايز الشخص ده فعلا؟ هل انت مهتم بيه؟ ولا خلاص الشخص ده لا يعني بالنسبة لك ولا يعني لك أمره؟ انت ممكن تكون داخل فضول يعني، ولو جالك مثلا بتقول انا عايزه يرجع لي، وممكن لو رجع لك فعلا انت ترفضه. طب اقعد كده مع نفسك وفكر يعني هل انت فعلا عايزه؟ محتاج تعيد النظر في الموضوع ده. انت الوحيد اللي هتقدر تحدد وتقرر انت عاوز ايه بالظبط. بيقول لك أمنيتك هتتحقق قريب جدا، كمان هتكون حقيقة. What you have asked for is coming true. الحاجة اللي انت بتطلبها من ربنا هتكون حقيقة، فما فيش داعي تقلق. الشخص ده لا، ما فيش حد تاني في حياته، انت اللي قاعد جوه قلبه ومربع ومقفول عليك كده، مفيش حد تاني في قلبه غيرك انت وبيحن ليك انت. حتى لو كان في طرف تالت فممكن يبقى بشكل صوري، لكن مفيش حد في القلب ولا في طاقته ولا في هالته غيرك انت. كمان نقاط قوة العلاقة دي ان انتوا الاتنين متكافئين، يعني النواقص اللي عندك مزايا فيه والمزايا اللي عنده نواقص فيك، فانتوا الاتنين بتكملوا بعض، انتوا الاتنين بتحسوا بالنجاح والسعادة والخير والبركة لما بتكونوا مع بعض، فدايما بيكون في تكافؤ، بتدوا لبعض طاقة إيجابية، طاقة نجاح، بتشجعوا وبتدفعوا بعض للأمام. يمكن انتوا اتعرفتوا على بعض من خلال عمل أو حاجة، المهم انه انتوا الاتنين بتشجعوا بعض على النجاح
على الاستمرارية للأمام. نقاط ضعف العلاقة إنه أوقات كتير أنتوا بتبقوا غامضين، بتظهروا، ممكن تبقى أنت متعصب ومتضايق وبتغلي وتتصنع قدام الشخص ده إن أنت بارد ولا فارق معاك أي حاجة، يعني دايما بتلبسوا ماسكات قصاد بعض وما بتقولوش لبعض مشاعركم الحقيقية، فأنت ما بتبقاش فاهم. فدي المشكلة، إن أنتوا مش صرحة مع بعض، العلاقة دي ينقصها الوضوح، بدليل إن أنت ما زلت مهتم بيه وما زلت بتراقبه، لكن مش مبين له إن أنت بتراقبه. أنت مش ماسك، أنت مش لابس ماسك، ده أنت مختفي وخافي وشك خالص يعني. فأنتوا بتلبسوا ماسكات قصاد بعض، فبالتالي ما بتكونوش قادرين إن أنتوا تفهموا بعض بشكل صحيح. طيب انت في عقله الباطن مين؟ في عقله الباطن انت شخص روحاني قوي، متواصل معاه جدا، شخص عقلاني جدا، متخذ قرارات جيد جدا، بتفكر في كل حاجة بحكمة، وما بتاخدش اي قرار غير لما بتكون درسه كويس، وبيكون قرار مدروس بالنسبة لك، وبتكون مستشير طوب الارض. يعني طالما انت خدت قرار سواء إيجابي أو سلبي، فخلاص قرارك ده انتهى وخلص ومفيش رجعة فيه يعني. فبيشوفك متخذ قرار ما بترجعش فيه أبدا يعني. فعقله انت، أنا عندي إحساس إن انت شخص على فكرة مشهور، أو شخص مثلا واعظ، ممكن تبقى انت دكتور أو طبيب نفسي أو حد بيدي لايف كوتش مثلا، أو دكتور في الجامعة، ممكن تبقى حد بيدي نصايح للناس، لأنه في عقلك الواعي شايفك شخص حكيم وشخص ذو قيمة، ليك منصب اجتماعي كبير جدا، فبيقدرك، بيقدرك وبيشوفك شخص مثقف وشخص واعي، يعني يحب إنه يسمع لك، يحب إنه يطلب منك نصيحة ترشده. بيشوفك إنه أنت معاك الحظ وتقدر ان انت ترشده وتديله نصايح كتير تفيده في حياته وتدفعه للامام، مش هو بس، اي حد كمان. فالشخص ده نادم عليك اشد الندم، ومش عارف، هو حاسس انه يعني في مشكلة ما بينكم، لكن مهما كانت المشاكل ومهما كانت الصعاب اللي ما بينكم او العوائق اللي ما بينكم، الشخص ده ما زال عنده أمل إن العلاقة دي تتطور وتتحسن. يعني هو شايف إنه مهما كان اللي بيفكر فيه مستحيل، لكن الأمل في وجه ربنا كبير، يعني ده شيء هو متأكد منه. وإنتوا غالبا حصل ما بينكم مشكلة، يعني اكتبها لنا في التعليقات. هنا بيقولك حل سلمي أهو هيكون ما بينكم، ففي الخطوة القادمة مش هيقول برضو كل اللي جواه، لكن هيحاول انه يقرب منك ويعبر لك عن حبه. فكرة ان في ماسكات ما بينكو، او ان انتوا ما بتصرحوش او بتقفلوا على مشاعر بعض، دي يمكن برضو تستمر شوية، لكن هيحاول انه يقرب منك الشخص ده. بس انا بشوفك انت مش عاوز، فخلينا بقى نوضح ايه القصة دي، لان انت غالبا مش عارف انت عايزه ولا لا. اللي هو عارف انت المثل اللي بيقول نفسي فيه واقول اخي، يعني اللي هو انا عايزه يكلمني، بس في نفس الوقت انا قرفان منه ومش طايقه، فانت مش عارف انت عاوز ايه. انت برج جوزاء ولا ميزان، ولا انت برج ايه بالظبط يعني؟ خلينا نشوف ايه الحكاية دي. انت غالبا هتضع شروط بقى، يعني هتضع شروط في العلاقة دي، وهتقول له انا مش هقبل عودة العلاقة دي غير بالشروط دي. هتنفذها تمام، خير وبركة، مش هتنفذها شوف انت رايح فين بقى. يعني انا مهما كنت بحبك ومهما كنت بموت فيك، لكن انا مش هتنازل عن شروطي دي. فانت غالبا هيكون برضو ليك شروط في العلاقة دي، عشان كده هنا قال لك حل سلمي. فطالما حل سلمي معناها انه هيكون في حل، وظلمة القمر دي هتتحول ان شاء الله لنور الشمس، يعني
انت اصلا كمان شخص روحاني، في رسائل بتجيلك، اقعد مع نفسك كده وخد الرسائل دي وحللها بما انك شخص عقلاني كمان، وشوف الرسائل دي هترشدك لإيه. انت في رسائل بتجيلك بالفعل لكن انت مش واخد بالك منها، فحاول تعمل مديتيشن وتبص للعلامات. الكروت بتقولك اللي انت عايزه هيكون، وهيكون في حل سلمي ما بينكم، وهيكون في شيء ايجابي ان شاء الله. فبص للعلامات دي وفكر فيها وخليك شخص متفائل. اقول لكم الابراج اللي ممكن تكون برجك او برجه. في برج الجوزاء زي ما قلت لكم، وبرج الميزان، برج السرطان، برج الدلو، الاسد، الحوت، الحمل، العقرب، الثور، السرطان تاني، الجدي والدلو اعتقد قلناه، والحوت والقوس، وطبعا كل الطاقات موجودة. فدي كانت قراءتكم المجموعة التانية، الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. اتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معانا على مجموعة اخرى. ونروح بعد كده للاختيار الثالث، الناس اللي اختارت الحجر البيج واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. خلينا نشوف ان شاء الله خير. بسم الله. بسم الله. تمام. طاقتك انت التمبرنس دي كانت نفس طاقة المجموعة السابقة على فكرة، لو تحب ترجع تسمعها اعمل كده. على الاغلب يعني لاغلبكم على فكرة 70% منكم ممكن تكون دي علاقة انترنت، لاغلبكم يعني. دي كانت علاقة انترنت. المهم ان دلوقتي في تباعد، بس يعني في رابطة روحانية قوية بتربطك بالشخص ده. مهما كان التباعد ما بينكم انت حاسس طاقته جواك، حاسس ان دمك بيجري في جسمه ودمه بيجري في جسمك انت، حاسس انه لا الرابطة اللي ما بيننا قوية، مهما بعدنا عن بعض استحالة نتفرق. ففي ألم هنا، في طاقة ألم، طاقة ألم، طاقة احتياج، طاقة يعني قوية، رابطة قوية ما بينك وما بين الشخص ده. فأنت يعني مستعد تدفع أي ثمن في سبيل أن علاقتك تكون سلسة ومستقرة وماشية بشكل كويس مع الشخص ده، مستعد تدفع أي ثمن في سبيل أن العلاقة دي ترجع وتعود وأنه يكون في فرصة تانية ما بينكم. الشخص ده كمان نادم عليك أشد الندم ومش عارف يشيلك من دماغه، عنده تعلق مرضي بيك، حاسس انه اخذ العشرة سيوف. يمكن العلاقة دي كانت انه اوف كتير، اتخصمتوا وتصالحتوا، اتخصمتوا وتصالحتوا لحد مثلا حصل اوف اخير. ممكن يكون الشخص ده استفزك او عمل حاجة ضايقتك، فالمهم انه انتوا بعدتوا عن بعض، هو عامل تصرف ندمان عليه ايا كان ايه هو يعني، وانت عايز تصالحه لكن ممكن برضو تكون خايف على كبريائك او خايف على كرامتك او شيء من هذا القبيل. المهم ان انتوا الاثنين اصلا بتموتوا في بعض وبتحبوا بعض جدا يعني، بس هو شايف دلوقتي ان العلاقة اللي ما بينكم فقط برضو تخاطر تواصل روحاني او تواصل من خلال الانترنت، وشايفك ان انت مشغول بقى بشغلك وبنجاحاتك وشايف نفسك
وهو مش شايفك بالظبط ان انت في علاقة، ولكن شايف ان انت مركز على شغلك ومركز على العمل بتاعك، مش شايف ان انت مركز يعني على العلاقات او عليه او على الارتباطات او كده. لكن هو حاسس بالتخاطر وبالتواصل القوي اللي ما بينك وما بينه. هنا بيقول لك تغيرات سعيدة. كمان الشخص ده مش مشاعر اللي عنده، دي طاقة، طاقة هائلة، عايز انه يتواصل معاك تواصل فعلي مش تواصل روحاني. كمان عنده طاقة جسدية عالية ما بينكم. كمان انا جاي لإحساس انه ممكن يكون كان في علاقة جسدية ما بينكم، لانه هو عنده معجب بيك جسديا بشكل كبير. يعني الكارتين طالعين في النص، هو شايف انه يا اما دي في علاقة جسدية قوية ما بينكم، انتوا الاتنين يعني معجبين ببعض جدا وشايفين ان انتوا المصير بالنسبة لبعض، او ارتباط طاقي قوي. انا بقول لك انتوا يعني في حاجة قوية قوي بتربطكم ببعض، يعني معقول يعني ممكن تبقى توأم شعلة للبعض. تصدق في برضو هنا كروت بتقول انها ممكن تكون توأم شعلة. المهم انه هنا بيقولك حاول ان انت تمارس السلام وتسيبها على ربنا، خلي الكون هو اللي يديك الاوتكم ويشتغل بالطريقة المناسبة انه يوجهك للمكان الصحيح. فخلي بس في طاقة سلام، انت بتتخاطر معاه، فمن خلال التخاطر ده تبادلوا طاقة الود والمحبة وطاقة السلام، ما تتبادلوش طاقات سلبية. الشخص ده لا، ما فيش حد تاني في حياته، ما فيش طرف تالت. لو كان في طرف تالت فهيكون زواج تاني، وانت عارف، او الوالدة او اخته مثلا، او معجبة سابقة بتعمل له سحر، ده ممكن يكون الطرف الثالث. لكن هو مش في ارتباط مع حد، والامرأة دي من برج ناري، ممكن تكون برج القوس، لكن هو مفيش طرف ثالث. يعني نقاط قوة العلاقة دي ان انتوا ما تقدروش تستغنوا عن بعض، انتوا الاتنين انت ما تقدرش تستغنى عنه. انا بقولك انت مستعد تدفع اي تمن في سبيل ان العلاقة دي تكون علاقة دايمة ومستقرة. هو كمان مش مستعد انه يخسرك، ومش مستعد انه يتنازل عنك ابدا، يعني مش مستعد. هنا بيقولك محتاج ان انت تجدد طاقتك من خلال قانون الجذب، انك تجذب لنفسك رغباتك باستعمال التوكيدات الإيجابية. فيديو التوكيدات موجود على قناتي التانية، قلت لكم كتير عليه. فحاول انك تجذب لنفسك طاقة المحبة، طاقة السلام. على كل حال بيقول لك انه في تغيرات سعيدة هتحصل لك. نقاط ضعف العلاقة دي ان انتوا عندكم تعلق مرضي ببعض، ممكن تكونوا انتوا الاتنين بتحلموا ببعض، بتقوموا بالليل كده تفكروا في بعض وتبصوا على صور بعض مثلا. ففي تعلق مرضي، تعلق زائد، تعلق غير صحي. فمحتاجين ان انتوا توازنوا الحتة دي، مفيش توازن عندكم. الشخص ده في عقله الباطن شايف ان انت العالم كله، يعني شايف ان انت موجود معاه طول الوقت، مستعد انه يعمل اي شيء علشانك، عايز يجيب لك العالم، وشايف ان انت كمان عايز تعمله نفس الشيء، شايفك عايز تجيب له لبن العصفور. يعني في عقله الواعي شايف قد ايه ان انت شخص حكيم، شخص حريص جدا وواعي، شخص روحاني على اعلى مستوى. عارف ان انت فعلا اصلا شخص روحاني يعني، وبيجي لك رسائل كتير. لو انتوا توأم شعلة فاكيد هو المطارد، هو الهارب، سوري، اكيد هو الهارب، وعارف ان انت بتطرده ومستعد تعمل اي شيء علشان. الشخص ده هو اكيد عايز فرصة تانية في العلاقة دي، اكيد، ونص وثلاث ارباع، يعني عايز انه يكون في بداية جديدة، وانه يكون في فرصة تانية في العلاقة دي،
وبيسعى لهذا الشيء. فخلينا نشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدام. الشخص ده هو عايز يجي لك لكن متردد جدا، خايف ان انت ترفضه لانه انت مش مبين له قد ايه انت بتتألم او قد ايه انت بتراقبه او قد ايه انت منجذب له. اه ممكن يكون حاسسها لكنه مش شايفها في تصرفاتك وانت ما بتبينها لوش، فهو شايفك مشغول، شايفك مش فضيله، شايف ان انت عندك اولويات وحاجات تانية كتير، فخايف انه يقرب لك فانت ترفضه او تقطع معاه او تقول له انا مش عايزك واجري العب بعيد يعني. لكن هو برضو هيحاول، يعني هيحاول ومستعد انه يخسر الجولة بس يكفي شرف المحاولة يعني، فهيحاول معاك. انا بشوف ان العلاقة دي محتاجة مجهود منكم انتوا الاتنين، يمكن في فروق مادية ما بينكم وان الماديات عقبة كبيرة في علاقتكم مخلياكم ان انتوا ما تعرفوش تقربوا من بعض. يمكن كانت العلاقة دي انه اوف كتير، ويمكن يعني هيبقى في اوف تاني لان انت هتضع شروط لهذا الشخص انه طب خلينا نشتغل، خلينا نجمع اموال، نحسن من وضعنا المادي، او نشتغل احنا الاتنين على العلاقة دي، فخلينا نشتغل عليها شوية وندي لبعض فرصة وندي لبعض وقت، بعد كده ابقى تعالى تاني يعني. فبرضو بشوف ان الرجعة دي مش دايما، يعني هيكون اون وراء اوف. لكن على كل حال ممكن تكون انت اغنى من الشخص ده على فكرة، فبرضو ممكن تكون انت الكروت بتنصحك ان انت لو تحب تقدم بعض التنازلات المادية او بعض المساعدات المادية للشخص ده لو انت فعلا بتحبه ولو انت فعلا عايزه، لان الشخص ده عايز يتجوزك وفي فرصة للزواج ما بينكم ان شاء الله. لكن في عقبة انت ممكن تكون شايفها شيء مستحيل او كده، فبيقول لك انه من خلال الافيرميشن والتوكيدات الايجابية تقدر انك تعمل قانون جذب وتجذب لنفسك المستحيل، لان في قانون الجذب طبعا بامر الله مفيش مستحيل، فمحتاج ان انت تستخدم قانون الجذب والتوكيدات الإيجابية علشان تجذب لنفسك الشيء اللي انت عايزه، خصوصا ان الملائكة كمان قالت لك انه في big habit changes، تغيرات سعيدة، فمفيش شيء بعيد على ربنا، خليك متفائل، سيبها على ربنا. شارلي بيسلم عليكم، الكلب بتاعي. سيبها على ربنا واجذب لنفسك كل اللي انت عايزه، يعني هيكون في سلام. السلام اللي انت بتدور عليه ده هيحصل ان شاء الله زي ما الكارت ده قالك. حاول انك تعمل قانون جذب وتستخدم التوكيدات يعني. هقول لكم الابراج اللي موجودة في القراءة، في برج القوس مرتين، برج العقرب برضو مرتين، برج الجدي ده القوس 3 مرات مش مرتين، برج الحمل، برج الجوزاء، السرطان، الدلو، العذراء، وكل الطاقات، كل الطاقات موجودة. فدي كانت قراءتكم المجموعة الثالثة، الناس اللي اختارت الحجر البيج واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. أتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.